مجزرة جديدة فيها عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفخورة. مدرسة الفخورة هي أحد المدارس أو التابعة الملاجئ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. تم استهدافها في مجزرة جديدة من مجازر الاحتلال وراح ضحيتها، يعني في الأرقام بتتكلم لحد دلوقتي أو من شوية عن حوالي 200 شهيد. احنا معانا الدكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور ماهر أهلا بيك معانا يا فندم في التاسعة. أهلا بيك، أهلا بيك، يسعد مساك ومساء المشاهدين. يعني هي مجزرة جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعني إذا كنا بنتكلم قبل كده عن مجزرة مستشفى المعمداني بنتكلم عن اللي بيحصل في مستشفى مجمع الشفاء الطبي، قبل كده استهداف كتير من مراكز الإيواء، النهاردة مجزرة جديدة. الأولى التي ترتكب، هناك مجازر ارتكبت على مدار 42 يوم، كل يوم مجازر في من شمال من بيت حنون حتى رفح، المجازر مستمرة. مدرسة الفخورة وبعدها بلوك في مخيم جباليا وبعدها في خانيونس وقبلها خانيونس وبعدها في النصيرات والبريج والصبرة، يعني هناك مناطق تتعرض لمجازر ولكن الإعلام لم يغطيها. منطقة الشيخ رضوان ومنطقة أبو حصيرة سابقا ومنطقة زيتون ومنطقة الشاطئ، هناك مجازر حقيقية ارتكبت ولكن لا إعلام. هناك تخيل مباني بأكملها، وأنت تعلم جيدا أن النازحين المهجرين في تلك المناطق يكونون بأعداد، الأطفال كثر، النساء كثر، الرجال، يعني المجازر مستمرة. نحن نتحدث عن ما يزيد من 1300 مجزرة ارتكبت، يعني هناك عائلات تحمل السجل المدني، يعني عمليات ممنهجة منظمة. المدفعية قصفت الأطفال والنساء وهم دائمين. نعم، يمكن احنا دلوقتي يمكن بنعرض معاك دكتور ماهر صور من مسألة نزوح أهالينا في غزة من مجمع الشفاء الطبي. طبعا المشهد يعني بيتكلم عن نفسه، مشهد قاسي جدا. لكن خليني أسألك دكتور ماهر في مسألة أو نعتبرها سياسة استهداف المستشفيات والمدارس، تفتكر يعني ليه بقالهم فترة مركزين جدا على المستشفيات والمدارس؟ يعني إسرائيل أوهمت الشارع الإسرائيلي بأن قيادة المقاومة موجودة تحديدا تحت مستشفى الشفاء أو المعمداني أو القدس أو الرنتيسي أو كافة المسميات التي كل المدارس اللي تم استهدافها، المستشفيات اللي تم استهدافها أو كافة المستشفيات التي تعطي لنا الاسم بأن النصر قادم، سواء القدس أو الشفاء أو المعمداني أو الرنتيسي وغيرها من المستشفيات التي تم قصفها وتم تبليغ من فيها بالإخلاء كمستشفى الشفاء. يعني تخيل أن يكون هناك مرضى قلب، عناية، سرطان، جروح، بتر، أطفال، كيف لهؤلاء أن يمشوا عشرات الكيلوات؟ يعني هل المجتمع الغربي عندما حصلت الأزمة الأوكرانية وقف مثل ما وقف مع غزة؟ غزة تباد، غزة تحرق، غزة تهدف إسرائيل إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من غزة إلى الأراضي التي هم يظنون بأن هذا هو الوطن البديل، ولكن هيئات الشعب الفلسطيني سينزل زمن من أجل الحفاظ على الأرض، ولكن ما يحدث هو إبادة، هو قتل بالطائرات وقتل بالتجويع. يعني 43 يوم لم يدخل غزة من الشاحنات، يعني لا يزيد عن 1900 شاحنة، وأن قطاع غزة كان يدخله 500 شاحنة يومين قبل العدوان. إذن الموضوع ممنهج ومدروس ويخطط لما بعد، فما يحدث في غزة وما سيحدث في الضفة الغربية هو برمجة حقيقية لتنفيذ المخططات البريطانيه والامريكيه. هو على تفضل، هو انا بس يمكن مركز مع حضرتك في مساله المدارس والمستشفيات، لان هي الناس كلها بتسال سؤال واحد،
هي الخطة دي أو الخطة استهداف المستشفيات والمدارس جاية منين؟ هل نجحت إسرائيل في من خلال خطتها دي الغير مفهومة لحد دلوقتي، سواء بقى بادعاءاتها أن هي فيها مراكز لتخزين الأسلحة من حركة حماس أو غيره، كلها يعني ادعاءات لم تثبت صحتها حتى الآن، وحتى وإن ثبت صحتها فلا يجب أبدا استهداف مرضى وأطفال في العينات المركزة. لكن هل نجحت إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي في خطته حتى الآن؟ لم تنجح. هو خطط، يعني هو حدد هدف أمني وهدف سياسي وعسكري، ولكن لم ينجح. ولكن هو لا يريد أن يخرج من هذه المعركة مكسورا أمام الضغط الشارع الإسرائيلي، وأمام ضغط بعض الوزراء الذين يطلبون من نتنياهو بالاستقالة أو بالنزول عن منصبه. موضوع المستشفيات وخاصة يعني عندما يأمر الجيش السكان بالاتجاه إلى الجنوب، اليوم وأمس وأمس هناك شهداء، يعني نسبة ما يزيد عن 50% من الشهداء كانوا من الوسطى والجنوب ورفح. يعني ما فيش القوافل، الناس اللي كانت بتهاجر أو تنبح من مناطق الشمال والجنوب وعفواً وغزة إلى الجنوب كانوا يا الرصاص. الآن مئات الجثث في الشوارع لا يستطيع أحد أن يقترب منها. هناك يعني أساليب يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد النازحين، أساليب قمعية، أساليب يعني لا يصدق ما يشاهد. يعني الوضع خطير جدا، ما يحدث في المستشفيات وما يحدث في مدارس اللواء هو تطبيق ممنهج لسياسة إسرائيل للأرض المحروقة. ولا يريد لا مشفى ولا يريد حقوق إنسان ولا مجتمع غربي ولا حتى المظاهرات التي تنادي بنصرة فلسطين والقضية الفلسطينية. لا يهمه، هو يهمه فقط أن لا يرجع أو لا ينزل من على ما كان يخطط له بأنه سيحقق أهداف الأمنية. هو عندما يفشل يضرب المدارس والمستشفيات، وعندما يفشل يضرب مراكز الإيواء والمخابز ومخازن المياه. هو ما فيش عنده أهداف محددة، وكل هدف في قطاع غزة يعتبره هدف لا يجب أن يتم قصده. أفهم من كلام حضرتك دكتور ماهر أنك بتقول أن نتنياهو في خط لا عودة، يعني مش عارف يرجع عن قراراته برغم ضغوط بعض الوزراء في حكومته، وإن طال أمد هذه الحرب فلمصلحة من الكاسب؟ هو يريد إطالة أمد الحرب لأنه يريد أن يحقق مكاسب حتى ولو بالقضاء على القادة أو بما يسميهم الوزراء في حركة حماس أو العاملين في حركة حماس. فهو يعتبرهم أو يصور للشعب بأن هؤلاء هم المقاومين وهم الإرهابيين. يعني بالمختصر المفيد، كل طفل فلسطيني هو في نظر نتنياهو إرهابي. ولكن إطالة أمد الحرب هو يعتبرها في صالحه، ولكن هو ليس في صالحه، لأن هناك خسائر على الأرض من الجنود في شمال غزة وفي غزة وفي كل منطقة في قطاع غزة. ده غير كمان ده غير الخسارة الاقتصادية في الداخل الإسرائيلي، المليارات والخسائر الاقتصادية والكساد وعدم انتعاش البورصة والأرباح. يعني ده شيء جانبي، لأنه هو يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه، فهذا الأمر الاقتصادي والمالي حطه على جانب. هو همه على حماس والقضاء على المقاومة ورد الاعتبار ل 7 أكتوبر، لأنه ما حصل في 7 أكتوبر كانت وسط مطار في جبين الجيش وفي جبينه الذي هو المتهم الأول والأخير على تلك الأحداث. من الشارع الإسرائيلي يتهمه بأنه هو من تقاعس عن الدفاع عن إسرائيل في ذلك اليوم. سنرى في الأيام القادمة الأمور هتوصل لحد فين. دكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا في التاسعة.